السلام عليكم. المحاضرة الرابعة عشر من الفصل الثالث الاتزان الايوني. هاي المحاضرة راح تكون حول النوع الثالث من الاملاح. اللي هو املاح لقواعد ضعيفة وحوامض قوية. مثل ما اتفقنا بالمحاضرة بالمحاضرات السابقة بانه هذا الموضوع التعاليل والشرح هو للأحيائي والتطبيقي. اما المسائل فهي للأحيائي فقط. فنجي هاي المحاضره راح تكون للاحيائي والتطبيقي، المحاضره القادمه راح تكون للاحيائي فقط، فهاي المحاضره تطبيقي احيائي. راح اشرح فيها التعاليل. فيقول هذا النوع من الاملاح راح اشرح شنو؟ راح اشرح تعليل وبعدين نشرح الفك. فيقول عنده ذوبان ملح نترات الامونيوم. طبعا هنا المثال كاتب لكم كلوريد الامونيوم هو المفروض شنو نترات الامونيوم فمو كان السي بس نكتب ان 3 مو كان السي نكتب ان 3 فنشوف خلي نجي يقول عند ذوبان ملح نترات الامونيوم في الماء يتكون ملح حامضي خليني نشوف شلون راح تكون شنو نك اول ما اتفقنا شنو نسوي نجي نكتب الملح شنو هو الملح نترات الامونيوم ان H 4 NO2 ان او عفوا 3 نترات الامونيوم NH4NO3 هذا ملح يتفكك تفكك تام يعطيني الNH4 موجب زائد الNO3 السالب هسه نجي نقسم nh 4 من جايتني. هاي الNH4 جايتني من nh 3 اللي هي شنو قاعدة ضعيفة مو؟ NH3 قاعدة ضعيفة. والNO3 من جايتني. الNO NO3 جايتني من HNO3 اللي هو حامض قوي اللي هو حامض قوي. إذا صار عندي هذا الملح مشتق من قاعدة ضعيفة. وحامض قوي هسه اجي القاعده الضعيفه ايش راح تنطيني القاعده الضعيفه يا احبائي راح تنطيني القاعده تصير حامض ونكتب قرين والضعيف يصير قوي اما الحامض القوي اللي هو الNO3 راح يتحول الحامض راح يصير قاعده وقرين او قرينه قاعده قرينه والقوية راح تصير ضعيفه هسه اجي شو اسوي هسه اجي افكك المي شنو هو اتش 2 او رايح جاي ينطيني اتش موجب زائد ال او اتش السالب هسه اجي وين القوي شو اتفقنا من اللي يتفاعل القرين القوي هو اللي يتفاعل وأنا القرين القوي؟ هذا هو القرين القوي، هذا هو القرين القوي، شنو شحنته؟ موجبه، اذا بالمية راح يتفاعل ويا السالب، العكسه يتفاعل ويا العكس، راح يتفاعل ويا الاو اتش السالب، فيجي هذا هذا يجي يتفاعل ويا هذا ال NH4 الموجب يتفاعل ويا ال OH السالب فراح يقل تركيز ال OH ويزداد تركيز الاتش الموجب فيكون المحلول حامضي حايل بالنسبة للقوى للمعادلات هسه اجي زين انا ما يصير اكتب بس معادلات لازم شكتب لازم اكتب الشرح شكتب وذلك نفس الشرح السابق ذكرونا ان شاء الله وذلك لانه ملح مشتق ملح مشتق من قاعدة ضعيفة من قاعده ضعيفه بين قوسين شنو حامض قرين قوي واكتبها شنو هو الحامض القرين القوي ان اتش 4 موجب وقاعده او العفو وحامض قوي بين قوسين شنو قاعده قرينه ضعيف. اللي هي منو؟ اللي هي NO3 السالب شكتب؟ ستتفاعل أو سيتفاعل الحامض منو يتفاعل؟ قلنا الحامض القرين القوي هو اللي يتفاعل لأن قوي. سيتفاعل الحامض القرين القوي اللي هو منه اللي هو الان اتش فور موجب مع ايون هو موجب راح يتفاعل ويا مع ايون الاو اتش السالب للماء فيقل تركيز الاو اتش السالب ويزداد تركيز الاتش الموجب فيكون المحلول حامضي وهذا هو السؤال اللي سأله فيكون المحلول حامضي وهنا ينتهي السؤال مالتنا أو التعليل مالتنا نشوف التعليل اللي بعده التعليل اللي هو هذا طبعا هنا خلينا نقرأ هذا الحل اللي مال هذا التعليل خلينا نقرأ هنا هذا اللي الشرح حول النوع الثالث شو يقول عند إذابة هذا النوع من الأملاح يكون المحلول ذو صفة حامضية وعرفنا ليش ليش ذو صفة حامضية شوفوا هنا ليش لأن يزداد تركيز الاتش الموجب لأن يزداد تركيز الاتش الموجب ومن يزداد تركيز الاتش الموجب يكون المحلول ذو صفة حامضية هذا شو يقول يقول حامضي دائما بسبب قابلية الايون الموجب للملح العائد للقاعدة ضعيف، طبعا هذا ما يحتاج تحفظونه أنتم عليكم تحفظون هذا الشرح اللي هو استندت به على المعادلات، انا استندت بالشرح مالتي على المعادلات، دائما بسبب قابليه الايون الموجب للملح العائد للقاعده والضعيفه التفاعل مع ايونات الاو السالبه في الماء لتكوين القاعده الضعيفه، وبالتالي تحصل زياده في ايون الاتش الموجب، شوف صار زياده عندي بالاتش الموجب، فتظهر الصفه الحامضيه للمحلول، ومن الامثله على هذه الاملاح كلوريد الامونيوم بروميد الامونيوم وكلوريد الهايفي كلوريد البريدي كلوريد البريدي اوكي هذا هو كلوريد البريدي هسه نجي الى هذا طبعا هنا تفو عنده ذوبان ملح كلوريد البريدي البريديوم هو ثنائي لانه ملح فيسمي البريديوم كلوريد البريديوم هذا تقل قيمه البي اتش تقل قيمة كبيرة يقول لك ليش من اني هذا المحلول ملح كلوريد البريديوم من يذوب تقل ال pH نجي شو اتفقنا خلي هذا يروح نجي نكتب حل التحليل قلنا اول ما نجي شو نسوي نكتب الصيغة مال الملح نترات او عفوا كلوريد البريدين اللي هو C5H5N

زائد سي او ال هسه اجي شو اتفقنا هذا اجي هذا مين جايني هذا جايني من البريدين اللي هي سي 5 اتش 5 ان وهذا جايني مين من ال سي او هذا حامض قوي وهذا قاعده ضعيف وش اتفقنا؟ هذا ينطيني ما دام هو قاعده ضعيفه راح ينطيني حامض قرين قوي وهذا لان هو حامض قوي راح ينطيني قاعده قرينه ضعيفة. هسه اجي افكك المي المي اتش 2 او يتفكك تفكك غير تام ينطيني اتش موجب زائدا الاو اتش السالب هسه من اللي يتفاعل؟ القارين القوي هو اللي يتفاعل. من القرين القوي؟ هذا هو حامض قرين قوي. شنو اشارته او شحنته؟ موجبه اذا 100% بالميه راح يتفاعل ويا الايون السالب من الماء اللي هو الـ OH. فهذا راح يتفاعل الـ OH السالب ويا C5H5NH الموجب فيقل تركيز الـ OH السالب ويزداد تركيز الـ الموجب. هسه شو اكتب؟ اكتب الصيغه وذلك لأنه ملح مشتق من قاعدة ضعيفة بين قوسين حامض قرين قوي اللي هو منه C5H5NH موجب و حامض قوي بين قوسين قاعدة قرينة فيها ضعيفة اللي هي منو اللي هي السي او السالب سيتفاعل الحامض القرين القوي اللي اتفقنا بانه القرين القوي هو اللي يتفاعل اللي هو سي 5 اتش 5 NH موجب مع أيون OH السالب للماء فيقل تركيز OH السالب ويزداد تركيز H الموجب فيقل pH المحلول ليش كتب يقول pH المحلول لأنه هو سألني قال لي تقل قيمة pH فنقول له فيقل pH المحلول لأنه يتناسب عكسيا مع تركيز الـ H واضح ولهنا هنا ينتهي حل التعليل هسة عرفنا هذا حل التعليل، هسة نجي إلى نمشي بعد شوف قوانين التحلل المائي لملح مشتق من قاعدة ضعيفة وحمض. هذا للأحياء فقط انتبهوا، هذا للأحياء فقط. فأنا شو راح أسوي؟ راح أتركه وأرجع له بالمحاضرة القادمة اللي هي للأحياء فقط، لأن هذا تابع إلى المسائل. فراح أتركه وأرجع له إن شاء الله بالمحاضرة القادمة اللي هي للأحياء فقط من أجل هذا هاي الصفحة هاي الصفحة كلها للأحياء هاي الصفحة كلها للأحياء كلها للأحياء فراح أتركها أيضا راح أجي إلى هاي الصفحة هاي الصفحة يا أحبائي تشوفون البدايه مالتها هذا السؤال هذا السؤال أحيائي تطبيقي هذا السؤال أحيائي تطبيقي هذا مثال 30 احيائي فقط فراح أتركه راح اشرح بس هذا السؤال والباقي راح اتركه بالمحاضره الجايه اللي هي للاحيائي فقط راح اشرحها فنشوف هذا السؤال يقول في المحاليل الاتيه هل يكون المحلول حامضي او قاعدي او متعادل ولماذا انتبهوا لي من يجيني هيك السؤال من يجيني هيك سؤال لازم اني اعرف هذا حامضي لو قاعدي لو متعادل مباشره بدون ما اقعد افسخه وما ادري شنو فاني اجي بقى انتبهوا لي راح اعلمكم شغله اذا اني هذا المحلول مالتي جايني من حامض قوي قاعده ضعيفه حامضي ليش من القوي هو معناته هو راح يبين عندي واضح فمن اجي الى NH4CO اما ذا طبعا انتبهوا لي اذا اثنيناتهم قويات معناته متعادل اذا ضعيف وقوي اروح على القوي اذا اثنيناتهم قويات متعادل، فاجي NH4Cl، أول واحد، أول واحد NH4Cl، هذا هو، إيش بي NH4Cl؟ هذا NH4Cl، من جايني؟ جايني من NH3 اللي هي قاعدة ضعيفة، والCl اللي هو حامض قوي، ما دام حامض قوي، إذا هو ملح حامضي، إذا هو ملح حامض أو محلول حامض، شوفوا، محلول حامض، ليش؟ لأنه مشتق من حامض قوي. وقاعدة ضعيفة فمن هو البين؟ الحامض القوي إذا هو محلول حامضي نجي للثاني Na2SO4 Na2SO4 شنو هذا؟ الNa Na جايني من NaOH قاعدة قوية قوية 4 جايني من H2SO4 حامض قوي ما دام اثنيناتهم قويات إذا هو ملح متعادل فهو ملح محلول متعادل لأنه مشتق من حامض قوي وقاعدة قوية نجي للثالث CH3COONA من ايش؟ جايني من حامض الخليك اللي هو CH3COOH حامض ضعيف والNA اللي هي NaOH قاعدة قوية ما دام قاعدة قوية اذا هو محلول قاعدي ليش؟ محلول قاعدي لانه مشتق من حامض ضعيف وقاعدة قوية وهكذا للبعد CAF2 CA جايني من CAOH 2 اللي هو قاعدة قوية CAOH 2 اللي هو قاعدة قوية والF جايني من حامض ضعيف اللي هو حامض HF اذا هو محلول قاعدي لانه قاعده قويه محلول قاعدي لانه مشتق من حامض ضعيف وقاعده قويه نجعل على اللي بعده اللي هو mgcl 2 ايضا نفس المثال الامثله السابقه ايضا الMg جايني من الMgOH باي 2 قاعده قويه والCl جايني من HCl حامض قوي لانه اثنات قويات اذا هو محلول متعادل مشتق من حامض قوي وقاعدة قوية البعدة KCl نفس المثال K جاين من أو KOH قاعدة قوية وCL جاين من ال HCl هو ما دام قويات حامض قوي طبعا هذا ال ما دام قويات اذا هو محلول متعادل محلول متعادل مشتق من حامض قوي وقاعدة قوية خلصت الفكرة مع المثال هسه اروح اعوف هذه الصفحه لأنه اتفقنا هذه هي للأحياء فقط فأعرفها أجي للصفحة الأخيرة بالأملاح اللي هي هاي الصفحة الأخيرة بالأملاح طبعا هذا تكملة السؤال للأحياء فقط وهذا ثالثا تكملة السؤال للأحياء فقط نجي إلى هذا اللي هو أحياء تطبيقي يقول علل تقل قيمة خلي نجي نشوف الحكي شو يقول يقول تقل قيمة pH الماء المقطر عند إذابة كلوريد الأمونيوم NH4 Cl فيه نفس الحل أجي أقول NH4 Cl ملح يتفكك إلى NH4 موجب زائد Cl السالب راح أعطيكم بس الفكرة الكتابة ما راح أكتبها مجرد راح أفسخ لكم إياه والكتابة راح تكون عليكم فأجي هذا NH4 من جايني؟ جايني من NH3 اللي هي قاعدة ضعيفة والCL جايني من HCL اللي هو حامض قوي اذا هو حامض قوي ما دام قاعدة ضعيفة إش راح تصير؟ راح تصير حامض قرين قوي والCL ما دام هو حامض قوي راح يصير قاعدة قرينة ضعيفة هسه افكك المي المي شنو هو H2O H2O رايح جاي ينطيني H موجب زائدا OH السالب هسه اجي من القرين القوي القرين القوي هو NH4 موجب حامض قرين قوي بما انه هو موجب اذا راح يتفاعل ويا الاو السالب اجر خط هيج بعد ما جريت خط معناتها هذا راح يتفاعل ويا هذا وهسه ابدي اكتب الحكي وش اكتب بالاخير ايش قال لي تقل قيمه بي اتش اقول له وستقل قيمه بي اتش لانه هو التركيز هنا طبعا راح يزداد تزداد تركيز الاتش ولانه هو راح يزداد تركيز الاتش فراح يقل البي اتش لانه يتناسب تناسبا عكسيا الى هنا طبعا تكتبون الشرح مالته وذلك لانه ملح مشتق من قاعده قوي ضعيفه يعني حامض قرين قوي وتكتبونه وحامض قوي يعني قاعده قرينه ضعيفه يتفاعل الحامض القرين القوي مع ال OH السالب فيقل تركيز ال OH وتزداد تركيز الأتش H فيقل البي ph لانه يتناسب عكسيا مع تركيز الأتش H هذا هو حل التعليل من نجي لهذا شو يقول؟ يقول المحلول المائي لكلوريد الأمونيوم هذا حامضي، ليش حامضي؟ نفس الحكي، حمي شلون هاي؟ نفس الكتابة هاي، نفس المعادلات هاي، بس تكتب لأخي ما يحتاج تكتب له تقلل قيمة الـ pH، بس تكتب ويزداد تركيز الـ فيكون المحلول حامضي، يعني بالأخير من توصل ويقل تركيز الـ OH السالب ويزداد تركيز الـ الموجب فيكون المحلول حامضي. وينتهي حل السؤال نجي التعليل اللي بعده يقول علل محاليل الأملاح المشتقة من القواعد الضعيفة والحوامض القوية تكون ذا صفة قاعدة حامضية عفوا ذا صفة حامضية تجي تعطي أي مثال أنت حافظ من المحاليل الأملاح المشتقة من قواعد ضعيفة وحوامض قوية راح تقول استاذ أنا ما حافظ شلون راح أجي أقول لك أقول لك جيب لي قاعدة ضعيفة وجيب لي حامض قوي القاعدة الضعيفة مثلا مثلاً اتش 3 هاي قاعدة ضعيفة والحامض القوي راح تجيني نقول لي سي ال هذا اللي هي العفو اتش سي او. شو اقول لك؟ اقول لك ادمج لي هذا ويا هذا يصير ان اتش 4 سي او. وهذا هو الملح المشتق من حامض قوي وقاعده ضعيفه وتكمل نفس هذا التطبيق الحل وتكمل الحكي مالتك هسه يقول في المحلول هذا التعليل الاخير وبعدين مثال اعتيادي يقول في المحلول المائي لملح كلوريد الامونيوم هذا يكون تركيز ايون nh 4 موجب اقل من تركيز ايون Cl- السالب هذا شويه بفكره مو بفكره بس يعني شويه يختلف عن ذيك يقل PH اتش ويزداد اتش وهالسوالف شنقول؟ نفس الكلام هذا اللي كتبته العفو نفس المعادلات اللي سويتها اسويها شوف نفس سويت نفس المعادلات هسه شو يقول؟ يقول في المحلول المائي لملح كلوريد الامونيوم يكون تركيز ايون NH4 موجب اقل من تركيز يعني ال NH4 اقل من ال Cl ليش؟ انتبهوا لي لان ال NH4 موجب تفاعل ويا ال السالب فقل ال NH4 بينما ال زاد لانه بقى بالمحلول فصار تركيزه اعلى من هذا واضح فالتشتيت تكون تقول وذلك لانه ملح مشتق من قاعده ضعيفه يعني حامض قرين قوي NH4 موجب وحامض قوي اللي هو قاعده قرينه ضعيفه السيال السالب سيكون الـ NH4 الموجب الحامض القرين القوي الـ NH4 موجب يتفاعل مع الـ OH السالب فيقل شوف هنا فيقل شوف هنا بعد ما اكتب على الموجب، كتبت تفاعل ويا السالب، فيقل تركيز الـ NH4 الموجب ويزداد تركيز الـ Cl السالب، فيصبح هذا هذا تركيزه اقل من تركيز هذا وينتهي، حلل تعليل. بعد ذلك نجي نشوف هذا السؤال نفس السؤال اللي حليته ذيك الساعة، يقول لي المحاليل المائية هاي المواد هل يكون المحلول حامضي او قاعدي او متعادل؟ مثل ما اتفقنا اذا اجي اشوف من هو القوي معناتها هو هذا اللي راح يكون اذا الحامض قوي فهو حامضي، اذا القاعده قويه فهو قاعدي، واذا اثنيناتهم قويات معناتها المحلول متعادل. فاجي nh 4 أل من جايني؟ جايني من قاعده ضعيفه اللي هي NH3 أل اللي هي أل حامض قوي، حامض قوي اذا المحلول حامضي. اجي للثاني ايضا نفس الكلام واتبع الخطوات نفسها بالبقية الامثله الى هنا ينتهي المحاضره ومثل ما اتفقنا بان هاي المحاضره هي النوع الثالث وهو النوع الاخير من الاملاح اللي هي للاحيائي والتطبيقي المحاضره القادمه راح تكون المحاضره الاخيره في الاملاح وراح تكون للاحيائي فقط للاحيائي فقط راح تكون امثله ومسائل حول الاملاح